تتصورش يا بركات باشا، البوليس كان عامل قلق قد ايه للنزلاء الاوتيل. حقيقي حقيقي مش عارفه اقول لك ايه بالظبط. ما هو احسان كان موجود معانا وحاسس ولامس كل ده. اه طبعا هو ضلع اساسي في هيئه اداره الاوتيل. اه بيان سور طبعا، هو ده اللي كنا بنقول عليه موت وخراب ديار. بس اونيتما حقيقي مش عارفة أشكرك إزاي. يا ريت تشرفنا تقضي معانا اليوم. بالمرة تطمن على حفيدك اللي جاي في الطريق. خلاص هنبقى في انتظارك. أوكي بشكرك مرة تانية. ميل ميرسي باشا، ميل ميرسي. إحسان مع حضرتك. ألو يا بابا. اكيد ان شاء الله هاجي في اقرب فرصه، بس نشوف موضوع الاشغال بتاع الاوتيل ده ونحل الموضوع. امال تعالي كلمي حماكي طمني على البيبي. علي انت ما ينفعش حد يشوفك هنا، ايه اللي جابك؟ مش مهم اي حد غيرك انت. لازم تمشي، مجيك هنا خطر عليكي وعليا. أنا بقيت خطر عليك أوي يا نصلي. مع إني محتاج وجودك جنبي أكتر من أي وقت. أنا خايفة عليك. ازاي ممكن تكوني اكتر واحده في الدنيا بحس بها بالامان، وبرضو اكتر واحده بحس معاها بالعكس، عاجز عن اني اعمل اللي نفسي فيه علشان خاطرك؟ مش ممكن ده يكون السبب اللي منعك انك تاذي روحك؟ متهيألي مفيش اذيه الروح اكتر من كده. عموما اللي انا كنت بتمناه ان وجودي جنبك يخفف عنك مش يزود همك، وغصب عنك وغصب عني الامور مش سامحه لنا بده. بس المهم انك تعرف ان انا موجوده في اي لحظه انت محتاج اي حاجه، انا جنبك يعني.